فريق الاتحاد عن مصالحة جماهيره وعن الوبيم هذه المنطقة وذئاب بطولة الدوري. يا له من مشهد، انهم عتبانين عتبانين، ولو ان فريقهم الان يقف امامهم لكنهم ينتظرون بان يقف المعتادة صافرة حكم المباراة كاباكوم تعلن عن ضربة الميداء لشوط المباراة الاول الكبير. الكرة تصل الان في الجهة اليسرى. اذكر السادة المشاهدين، الاتحاد بكروه في حراسة المرمى بشري الذي يعوض فابينهو، ولكن الكرة تصل الان باتجاه موسى بارو، وصلت بعد ذلك الى جواو بيدرو، احمد شرحيلي الى جانب بالتاكيد فابينهو، ولكن الكرة تصل بعد ذلك في مكان في انطلاقة، عبد الرزاق يحاول لكن الكرة مقطوعة. الدوري 13 هدف في شباك التعاون، كرة تتحول المتلاحقة والغيابات المتكررة، لم يكتمل الانتدران لو عدد، وصلت إلى بارو، تصويب يا رب. دقيقة 97 هنا كان موسى، ولم رغم فوزه ببطولة الدوري بهدفين مقابل هدف، ماذا عن اليوم يا كاسترو؟ ذلك يحتاج بالتأكيد إلى استغلال أكبر، إلى تصويب أكبر، إلى خطورة أكبر، ولكن بشكل ممتاز إلى حمد الله. حمد الله يتقدم، حمد الله يتقدم في المباراة المفضلة، لكن ولذلك يريد أن يستمر شابوسكا وكتيبة الذئاب. كرة تصل إلى كاسترو لو عدى، لو فتح مساحة. الكرة تصل بعد ذلك إلى عبد الرزاق، وصلت إلى كريم لو عدى، كريم يحاول بالحل الفردي، الكرة بتتخلص. كانتيلان العرضية يا رب، مستحيل. كريم بنزيما، روما دربك. الاتحاد واخيرا يقول انا هنا، ويا لها من كرة ابعدها. هل هو رب؟ وهذه اللقطة التي كانت عن طريق كريم بنزيما اللاعب الذي فاز اعظم هداف في تاريخ الملكي، والكرة تصل الان، تصل الان، كريم يرسل لك كرة. يا مدران امام حمد الله وروما. شوف كريم استلم، انتظر، مرر، حب يضم. بعد ذلك يا سلام لو عدت، عدت الى كورنادو. هذه مسعدة الشعب، مسؤولية عرضية، هدف. يا للعرضية يا الثالثة ثابتة، هذه تمريرة ما راح انساها اول، بعدين العرضية يا سلام. قفز الان معك يا كريم، شوف العرضية كيف، شوف الارتقاء كيف، شوف الحب مع ليون وحقبة ليون الذهبية، لكن واضح ان كريم الان في فترة ذهبية، في فترة يا رب. ولكن لم يترجم الان، ماذا يريد الان بيدرو؟ اوهو، البرازيلي صاحب 30 سنة. شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي اصطاد كريم بنزيما، راح نتكلم عن المواجهات، لكن شوف العرضية. الله، البرازيلي انهم يتعاونون من اجل التعاون. عرضية، يا للعرضية يا مدران، يا للرأس، واحتفلت انت بها يا جيروتو. شوف التعاون، شوف الارتقاء، شوف اللقطة. لا والله كانت من يا بنزيما، هل قررت اليوم؟ دوي بيرسل كرة في الجاتيم اليمنى، عرضية وصلت. يقولون خلال العاصفة يعرف الربان، خلال الأهداف، وهذا بارو لمزيد من الأهداف، وهذا التعاون. بيلعب لك كرة إلى كريم، بيرسل لك كرة عرضية في مكان، تعود الكرة، وصلت مرة أخرى فيها تمريرة. الله 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 الله، عرضية يا كانتي، لو إلى الأمام. الله، على التمريرة، على النظرة، على بارو، لكن في اللحظة الأخيرة، في اللحظة، ممكن العرضية، حمد الله تأخر فيها، تأخر وخذ مكان موسى بارو، خذ مكان مدران. هدف يا مدران. الكرة وصلت بعد ذلك إلى حارس المرمى كروهي، إلى كريم. شوف الكلام الكبير من الصناعة يا روما. تعبتني يا كريم، يا للمسات واللقطات، لك من الرصيد يا روما ما يجعل الاتحاديين يعي. كورنادو إلى بمسعود إلى كورنادو، عرضية عالية لكن سهلة، السقوط الآن، ضايع. هذه اللقطة، شوف عمر هساوي يعني ما سوي إلى الحكومة. لو عدى، مرر إلى بمسعود، عرضية ليست لي. العارضة، لا العارضة لازم تتبدل. كسرها. شوف يا للطلقة، كلهم كان يخشون قذائف كاستر. الكرة بتتحول الآن
مدران يبغي يصنع على طريقة الهدف الأول، رأسية تأتي والكرة إلى خارج. معلنا نهاية شوط المباراة الأول المثير جدا بين الفريقين والذي كان على الوعد دائما. Well, Peter, I'm a huge fan of Bukayo Saka. Someone always praised for his versatility, his attitude, and his cleverness around the pitch. He has the potential to excel. There's the hit! It's run loose. Who's going to get there? It's terribly unfortunate for them, and maybe we can attribute that to a loss of focus. So one moment's crazy confusion, but they all count. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these. Ødegaard, played out to the right. Oh, well played, well played. Casemiro. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Massive lead! Eriksen. Now the counter. Bruno Fernandes. Now it's Cristiano Ronaldo. That's played into space. Hits one! A quite incredible spell. They are flying. Oh, a goal of real quality. He made it look ridiculously easy. Well, most of those go high and wide because of their difficulty. He made it look like he does it every day. After 24 minutes is number 36. Manchester United grab a couple of goals without reply. It's 2-0. We're looking at a very different game now. The command has been established. Out to the right. Towering header. Now, who's going to be first to this? And that's gone behind for a goal kick.